بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب النيل، من جزيرة البحرين بالتحديد. احنا الحين نشوف هنا منير الروضة، مصر القديمة، المعادي. عندنا الفيلا هذه 6 قيراط على النيل مباشرة، تجيلها بالمركب طريقة الوصول إليها. حديقة أمامية على النيل مباشرة، الجار رجل أعمال مصري كبير بالله أبو العينين. الحديقة الخلفية، طبعا الموية إن منسوب النيل الأيام هذه زيادة، هو فيلا مصمم الأزياء أحمد البدوي، الجار مباشرة. طبعا مشروع جميل مطروح للاستثمار، للإيجار أو البيع مباشرة من المالك. يعني الحديقة الأمامية، طبعا الفيلا دورين، الدور اللي فوق 4 غرف نوم، والدور اللي تحت مطبخ وحمام وصالون كبير وريسبشن. هذه هي خلفية، خلفيتنا هنا منطقة الجيزة. طبعا هذا الروف، كذا حننزل من الدور. شقة الفيلا يبغى لها شغل، ولكن مبدئيا الموقع وكمشروع استثماري سمول موتيل لودينج، حاجات ظريفة زي كذا. غرفة 2، الغرفة تطل على النيل برضه. حمام ماستر للـ4 غرف، هذه غرفة كمان، وهنا كمان غرفة حمام صالة موزع. ننزل الدور الأرضي، الدور الأرضي والصالة الريسبشن، البوابة كنت أقول مكتب أو غرفة، حمام، مطبخ، وهذه غرفة سفرة مكان للدايننج. أيوة أيوة صورت، صورت الغرف اللي فوق وعلى طول. هنا الحديقة الأمامية، يعني فيلا جميلة جدا. طبعا وسيلة الوصول هنا بالقارب للمكان، يعني تشري المكان وتشري قارب معه والسكوتر مويه. هذه الفيلا